بسم الله الرحمن الرحيم. يسنو يسنو تغليظ يميني تغليظ يميني سن قيم بكري تغليظ بكري من المدعي والمدعى عليه هذا سن مدعي كي اول سن دي بخويا المدعى عليه زار هي مدعي سن دي اخوا زار هي مدعى عليه سن دي اخوا شان سن دي اخوا كتغليظ بكري باشا وان لم يطلبه الخصم وان لم يطلبه الخصم لا كبر مقابل نشر تغليظ بكري هل تغليز كردن سنة تغليز كوبا هكوبا حزدك في نكاحين في نكاحين وشتي مهمة وطلاقين ورجعتين وعتقين ووكالتين وفي مال بلغ 20 دينارا ما ركش بيز مسقار زير ردبو هن جنية تغليز يمين السنة سنكا يشك يشك جورع لا في ما دون ذلك بس بين زار ديناري بينا تغليز يمين بكي لأنه حقير في نظر الشرع علة النافية كيف؟ نعم نعم لو رآه الحاكم لو رآه الحاكم أجر حاكم ديتي واي في باجو أو كابريسون بدال ستشتكم وتغليس لو رآه أجر تغليس الرأي تغليس يهبو حاكم لنعبد زراعة الحالف لو تنك حالف كهندو باهتمام سندي دقو دقو سند زور يعني لا تسندي ندى ترسا ندى ترسا بس ما نوان بي عندك كيلو كدواري دلي بفعل اسمه سقر عنه سند دخول أوه يعني اهتمام بسند نادى سند بيت سنيا عكم أجر واي زاني أو كابرا عن بمبالات دك سند فعله بتغليز اللي سب كباش تك كمشمي والتغليز تغليز كوا يكون بالزمان تغليز بالزمان كوا وهو بعد العصر باش من العصر سند بدأ باش من العصران أغرب عقبو ده بتصك كاري لي ذك أجر دروي بكا أجر دروي بكا وهو بعد العصر وعصر الجمعة أولى روجت جمعة بفعل نجع عصر بسندي بدن وبي أقدره بكا سعبي كورا بما أقرب بتماري وبالمكان تغليز بالمكان شهيا تغليز بالمكان كوا وهو للمسلمين عند المنبر بيبا مزقبت لكن منبر اللي من دري السندا إيه وسعود و و و وسعودهما إيه وسعودهما عليه بكدي تمازوج بعد الزوجين ها الزوجين تفسيره إيه. هو التغليظ يكون بالزمان وبعد العصر وعصر الجمعة الأولى وبالمكان وللمسلمين عند المنبر إيه وسعودهما وسعودهما عليه أو لا مرتدى خبر بي وسعودهما عليه أو لا إيه بس المنبر يمكن لو يندرسون ده بخون باشا در الزوجين بلى الزوجين دريت الإعانة ونيا وسعودهما الزوجين عند اللعان شي لعان ينكب بس اللي يندري هو هاي معنى اللي دهتو إعانة أو دي رازين أو ترشيها دري وسعودهما المدعي والمدعى عليه فمش بس لعان اللي قرنيا هو مدعي مدعى عليه كباب سنة سر من بري لو يندري سن دي بخون فقول المحاشي أي الزوجين لا يصح لا يصح لأنه لم يسبق لهما ذكر كبعث الزوجين إني للعانة ولأن سعود المنبر ليس مختصا بباب اللعانة خاص اللعانة إني هو له هم كسرش يوه وسعودهما عليه أو لا وبزيادة الأسماء والصفات إيه وش السند دخوا وش ناري والله بري والله وبالله وتالله بالحي القيوم الذي لا إله إلا غيره أو عبره ويسنوا وبزيادة كعطف على نقول بالزمان وبالمكان وبزيادة الأسماء يبقى عندي لو يزيد بكري أوش تغليزة ويسنوا يعني وباشا هم عم بيكوا بكري اثنين يقلوا أنا بكري بقى فرقيني أو أنا هم تغليزات ويسنوا أن يقرأ على الحالف وباشا أو كابري سندي دخوا أو آياتي لو بخينو ببترس به آيات آل عمران إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا مار الدنيا ورد قرن سند بدرو دخون وأن يوضع المصحف في عزره قرآن لكوشدان وبلا بترسي ولو اقتصر على قوله والله بابا وأن يوضع أكد هو شرحه أطفال سر زيادة قلت ويسن أن يقرأ أطفال سر أن يقرأ ويسن أن يوضع المصحف وهذا ديتوا أنا قرآن لكوشدان وبي لا بترسي ولو اقتصر على قوله والله كفى أقول إلا والله يشي برتسع تغليزات أجنبي كافية برم تغليزاتك سنة
ويعتبر إيه ويعتبر في الحلف هر سندشي بخري نية الحاكم المستحلف حاكم وش يدري تكابري ولا سندي لسا أوشتاي بخو كابرة سندي دخوا حاكمة كلاسة سي سندي دا سنتكرلو أويا نبي أول دري خوش تشكلي بقري أي سندي دخوا حاكم ناري ولا سندي بخو أو مارد ندزيا ندخوار ديا سندي بخو برنام خوار ديا معنى فروشتيتم لدري خو مقصدي أو هابي سندي لدكوي سنشي حاكم بلوتسي سندي لو هوي دروا لو دريوي نيا هو ويعتبروا بحث تغليزي نيا أقصد شي لو قوري استفادة ويعتبروا في الحلف نية الحاكم المستحلف فلا يدفع إثم اليمين الفازرة دفعنا كري تاوان باري سندي بدرو بنحو تورية بكال لدريخو بري مقصدم فيتش تشيديكيا مقصدم فيتش تشيديكيا مقصدم في وش بري نمخواردية معنى لدوي خمنا مقصدي في أوهابي شتي أوها تورية موري ويبكا بكال إغناي بابلو بم وينا فلا يدفع إثم اليمين الفازرة بس فازرة لو تكلي تتأنيس بابا يمين مؤنسي سماعية فلا يدفع إثم اليمين الفازرة بنحو تورية مثلا شخصك بابا نانا يميني فازر سندي بدرو يميني فازر سندي بدرو أو زي بس دفعنا بي بنحو تورية بس التورية كان مثلا التورية كوا كاستثناء لا يسمعه الحاكم مش استثناءش اللي دري خوب كاتس حاكم مش جاي لنا بي أو سن يوا بل مهم جيني ودفعنا بي إن لم يظلمه خصمه أجا خصمك أجا قدري لينك أجا قدري عندي وكرد هنجي لدري خوش تشي لي بقري قيدناك كما بعثه البلقيني أما من ظلمه خصمه في نفس الأمر داي كان ادعى على معسري كابرا دعوى كل اسم معسري قلت بينا قرد كم بدوا معسريش هيتي نيا نيتي تبري فيحلف وباسون دي بخوا بري لا تستحق علي شيئا حس حق لسمنية مقصدي لدري خو أوبي توري يبكى حق لسمنية معنى إستا حق لسمنية بدم يسون شمنيتم أي تسليمه الآن فتنفعه التورية والتأويل أو تورية وتأويل كدر لا تستحق علي شيئا ظاهر كي معنى هو يعمل قرداري تونيما معنى قردار نيما قردار شا برن لدري خو ما بس يوهابي لا تستحق علي شيئا معنى لا تستحق علي أن أدفع لك الآن سنش سمنيا أو تورية وتأويل كل درست شا لو سنش وش النبي كامل النبي يقيم لي لأن خصمه ظالم خصمك أي ظالم إن علم عقب زاني نيتي ويقشي بقري أو مخطئ إن زهيلا أقول نش زاني مخطئ هر قطاون بارو هر خرعبا إن علم بابا إن علم عدي أجل شي. خصمك دي زاني كابرا نيتي هل يقشي دقر أو دبتا زالم أقول نايد زاني نيتي أو دبتا مخطئ على كل كابرا هر بيعيبا أو يقرد عليك فلو حلف إنسان كابرا أكسون دي خوات ابتداء لا أول زان أو حلفه غير الحاكم يعني كسندي دابرانس كابرا حاكم نبو أو زاري اعتبر نية الحالف ونفعته التورية هنجي أقل أدري أخو استسلام بكاهم استفادة هي أقل لا أول زار سندي بخوا على وقوري لمحكمين نبي يعني أبي داواي ليك تصحاكم وأوان النبو هنجي ندرستا تورية يبقى فلو حلف إنسان ابتداء أو حلفه غير الحاكم يعني ابتداء نبو محكم نبو بلن حاكم نبو أو سندي دا كابري أشي حادة تيبو علمي قلدي سندي دا اعتبر نية الحالف ونفعته التورية وإن كانت حراما بابا يعني فرقين لقى الحاكم يعتبر نية الحالف نا فرقي هي بدي يكون أو زالي حالفة كن يتيه لدريخ ودقري وسندي لناكري أو تورية إيش خرابة وإن كانت حراما بعد تورية حرام بلو حراما حيث يبطل بها حق المستحق مستحقي المستحقي واليمين سندش يقطع الخصومة حالا أجر كابرك سندي خوان ششكل على سي لا الحق دفع حق كيناك فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا أجر كابرك سندي بدرو دخوا أجر قردار بمسألة قردك حدميني
لبرعوي كفيغمبر صلى الله عليه وسلم فرموي دري أمر حالفا بالخروج من حق صاحبه كأنه علم كذبه كما رواه الإمام أحمد قبل رسول الله شخوان عزيز بسنة فارك بدي سنش عزيز يزن دروكا سنة بدرو خوان فلا تبرأ ذمته إن كان كاذبا فلو حلفه داي سنديدا كبر سندي خارجو دي قدر نيمة قدر نيمة حلفه أري والله حلفه باشا سنديدا أو سندك أي خارجو دي قدر نيمة بس تازو قلت ما نقدر كنا روا قدروي بكا نار وعر شو شكله دمج لا نسي ثم أقام بينة بما ادعاه لذا كبرش أول الشاهدين أبو كبر سندي خارجو دي قدر نيمة أزار تدو شاهدي هنا وش تدو شاهد كهنا حكم بها حكم بها حكم بودو شهادة ذكر أي بودو هي أجر سندك أي أولي دفع خصومتي نهائيا كردبا أو دو شهادة بودو هي هيز دوري أنا دبو بعند الراب زانا سن براتي زميناكا سن إلا تشي وقتي لا دبا هر أون ده كما لو أقر الخصم بعد حلفه هذي أجر سندي خوار لدو أقولتي والله سندي شم خوار بران هر قرداري شم هاب الدمي اللي سري دمي والنقول انا ناكل نقول سيا نقول البينه على المدعي واليمين على من انكر شو منكر بي او سندي اخوا هذيك او سندي اخوا ردي دكته وسر شيء سر مدعيك او تفاصيلين قلت يا صاحب فتح المعين رحمتي قايله بي راسا دري والنقول لهيكوا دري يعني كدر قوله هو النقول لا يخفى أنه غير مرتبط بما قبله ثم البوتينية فكان الصواب أن يؤخره عن قوله بعد النقول أقل موضوع هذا بلا باشا يبري وعبارة المنهات بروني منهات سنزوانا وإذا نكلا وإذا نكلا أبا نكولي كرد كابرا قوتي مدعى عليه قوتي سندين أخوهم حلف المدعي وقضي له حكم له ذكره ولا يقضى له بنكوله أزوى النكول نكول سيا أن يقول أنا ناكل أو يقول له القاضي احلف فيقول لا أحلف أو زان سن ترتيب شرق فيك دبا إمش قوابا والنقول نقول سيا أن يقول أنا ناكل أو هابري أو يقول له القاضي احلف قاضي دلور السندي بخوف فيقول لا أحلف واليمين المردودة وش كابل الرد كردوا وهي يمين المدعي مدعي بعد النقول وش سندك إخوان سندك كان ردنا كده وسرى مدعى عليه مدعى عليه دبا سندي بخوا سندك أين إخوان الرد كده وسر شيء مدعي واليمين المردودة وهي يمين المدعي وش مدعي كسندي إخوان بعد النقول فاج نقول المدعى عليه كإقرار المدعى عليه كأنما إقراري كرت واليمين المردودة وهي يمين المدعي بعد النقول كإقرار المدعى عليه كأنما إقراري بكر وش حاكم قوتي ولا سندي بخو دري والله عملنا خون بقى أو بخوا كأنما اعتنابي كرت معنا ديارة قردارة أو هايا لا كالبينة لبينش بقوتر بس راديارة فلو أقام المدعى عليه بعدها بينة باش سندين مدعيكي وش سندين مردودكي خوار مدعى عليه بس شاهدي بيني بأداء بلي قردكم دايتوا أو إبراعين أن قردن مازاكرة لم تسمع جنادرة شاهديش بيني لو لتكذيبه لها لتكذيبه لها سنشي بخوي تكذيبه بين خوي كل يا بس بإقراره بإقراره نما نقول نقول إقراره وقال الشيخان في محل تصنع نووي الرافعي إلى زيقايتي فرميت عن جددريتي وزوجي هم قصب قوته وصح الإسنوي الأول إمامي إسنوي فرميت نخر لا تسمع كب قوته والبلقيني الثانية والقيني قوتي نخر تسمع كب قوته وقال شيخنا شيخ ابن حزر فرميتي والمتزه الأول أقصي متزه أوي أولي كقطمان لا تسمعوا إقراري فيك فرع أو زاوك أو سندي خوات كابرا
سنديليكت سنديليكت لفرزة يتخير في كفارة اليمين كيف يخوتي لبين ستشتا بين عتقي بين عتقي بين عتقي رقبة عبد شي آزاد بك أو عبد كامل بي شلو سقط أو نبي وبباري جرام بي مؤمنة بسرمان بي بلا عيب يخل بالعمل أو الكسب بس خلل عمل كسابته أو نبي جوزه سقط أو نبي عيبتي وهاي نبي ما كامل ما دام نقرأ بنقص هبيته مقابل ناقص به فلا يجزي عتق نصف الرقبة أوها يعني مكاتب أوها أوها دقا مكاتب دانية كرتا چي بتسي آزاد بكي نابي كامل بي دبي تاو تاو بي عبدا چي تاو تاو بي اي مؤمنش بي بلا عيب يخلو بالعملية بالكسبية ولو نحو غائب علمت حياته با غائبش بي ليرفنا بيش خيدي ما دام دزاني زندية هل يرى قدني أزر تلفون شلوكا أو إطعام أو إطعام عشرة مساكين يا أندى فقيرا ناندى كل مسكين مد حب هل يجي مستقل مشان بداتي من غالي بقوت البلدي قوت أو بلدي سبي قرم ببرنز بسبي بيان داتي يا المذهب حنفي در فارش يام داتي درستا أو دو أو كسوتهم بما يسمى كسوة يعني كسوة ببحر عدسي ناوي كسوة بيخشرني إلى قوتك شلوار بي مثلا كقميص كقميص دك سانيك كراسيان لو بكري او ازاري نيكو دربي او مقنعتي نيكو سفيا او منديلي نيكو منديل اي يحمل في اليد منديل كي اذا سيب كلام قصكو او انا الذي سيقيم بكري او الكمي او الكمي يان 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 كم بك او دك كلام قصك ام يان يان دستري دستيبي يان كلام قصك بقيدناك لا خوف منديل دستي منديل دستي يحمل في اليد الى دستي قايم بكري منديل بيوتشي دستر دكا دستر دستر دستي خاولي خاولي بري خاولي او الكم اوش كلانغوسكا اللواندي لا خوف كقميصين او ازارين او مقنعتين او منديلين يحمل في اليد او الكمي لا خوفين لا خوفين خوفنا غوريا بكالقناية او اللوسي انا كيف اخوتي هلا عتقي هلا إطعامي هلا كسوي لو سي مخيرة أو زي حاجة أو سي تشتاق في نكرة فإن عجز عن الثلاثة لزمه صوم ثلاثة أيام أو زي ده بيسي روجا من روجبي لا أصلا لا سي روجي بروجبي نابي لو سي أنا أجا تشتاق في نكرة أو زي سي روجا من باب روجبي ولا يجب تتابعها أو سي روجا أجل سي تشتاق نبي قيدناك خلافا لكثيرين زور قوتي تيان واجبة بزاني لو هم قوتيا خلافا لكثيرين قالوا بوجوب التتابع واحتجوا بذلك بقراءة ابن مسعود ثلاثة أيام متتابعات متتابعات زياد كديا أوش قراءة شاذة دلو القراءة الشاذة كخبر الواحد في وجوب العمل بها قراءة شاذة جوش خبر أحد إصابة عمل في ذكره ولذلك أوجبوا قطع يد السارق اليمنى في السرقة لو يدز أقد زيكد دست الراستي دبره دستي راسي دبري في السرقة الأولى زارية كم بس بقراءة والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما أو قراءة أو خبر أحد قراءة شاذية عملي في ذكري ما دام ما فيش أوش قراءة ابن مسعوديش متتابعات عملي في بكا وعذاب الأولون واني أولي جابي عند أويغوت المتتابعين بأن قراءة متتابعات أي نسخت تلاوة وحكما أو متتابعات ابن مسعودي وشي أيمانهما سارق وسارقة إنيا نسخ بوابة بالتلاوة حكم هموي فلا يستدل بها بخلاف آيات السرقة فإنها نسخت تلاوة لا حكما والله سبحانه وتعالى أعلم أو معك ما كشكل أو زاري إيش باش وصلى الله على سيدنا محمد.